صباح الخير. صباح الخير غادة، صبتية ما هيك؟ الأشياء الطيبة ورانا والأشياء يعني مش معقول. هلا هاي ما خاصة بالتضعيف، بس هاي هذيك خاصة بكمان ريلاكس إيه؟ بكل شيء، لأنه الصيفية عرفتي بنصير بدنا نعمل مشاريع، بدنا نظهر، بدنا كذا، بدنا نلحق كل شيء، بدنا نلحق على كل شيء مثل ما بيقولوا. بتوصلي بآخر النهار داب. وبدنا نخبص وبدنا ناكل. هاي بتعمل ديتوكس باي ذا واي، مش هيك كمان؟ يلا نحن نبلش بالبيفيتا يلي هو برودكت بننقع اجرينا فيه، معمول من اعشاب صينيه، وهدول الاعشاب شغلتهم تصححنا من كل شيء بنعاني منه بالجسم. يعني في كثير عالم بتعاني من اول شيء نقص المناعه ديو تو كومبليكيشنز من غير اشياء، كوليسترول، ضغط عالي، قلق، مشكله النوم. في عالم هاي مشكله، وهي بتسبب بتصير وقتها بتضلك تعبانه، بتخف مناعتك كثير، بتلقط اشياء، مشكله الهضم يلي كثير عالم بتعاني منها، الكونستيبيشن، التعب، الانحطاط يلي على طول من دمنا حاسينه. هيدول اشياء ماينر بس بيتكدسوا عليك، وبصير تحسي حالك منك، يور نوت ويل، يور نوت فيلينج ويل، في شيء غلط معك. هيدول الاشياء هن مزبوط منهم شيء كثير خطير، بس هول بيخربطوا لنا السيستم كله تبعنا. هلا بما انه معمول من اعشاب صينيه، لازم نفتح الساشي بمي مغليه، والمي قد ما يستحسن قد ما تكون سخنه قد ما بتنفعنا اكثر، لانه بدها تفتح لنا شرط اكيد ما نحرق حالنا. يعني قد ما فينا نستعمل نحطها مغلية نتحمل ونحط اجرينا يغمروا المي، لازم تغمر الكاحل مش بس اسفل الاجرين. بعدين بننقع اجرينا فيون، والمي السخنه هي رح تفتح البورز، المسامات الكبيره يلي عنا اياها بكعب الاجرين، ويلي بتبلش الشرايين كمان الكبيره تسحبهم وتقطعهم للجسم كله. هلا في شغله نحن بنعرفها، انه الاجرين اسفل الاجرين في عنا 136 نقطه بيمثلوا لنا الجسم كله. وهدول النقاط في كتير محلات بالصين وبالفار ايست، وحتى عنا بنعمل ريفلكسولوجي كرمال يكبسوا المساج على الاجرين، لانه هدول بيمثلوا لنا اعضاء الجسم كله. هلا من بعد ما نحن ننقع اجرينا كل يوم، بس كل يوم بدنا ناخذها عن جد، ما في تزعبل، بدنا نفوت بالبروجرام تبع الصيفيه، بدنا نفوت بالبروجرام قبل النوم. غادة من اللي بدك اياه على بكره، تهري عشيه، انبسطي، كلي، نامي، اعملي اللي بدك اياه، بس قبل ما تغفي بالليل بدك تنقعي اجري. لا هلا للي عن جد ما بيقدر ينتظم بالقصه ما يبلشها، ينطر حتى تخلص الصيفيه، يمكن بيصير بالشتاء احيانا. كل واحد هو وقته، هو بروجرام وهو عجقته. يعني في عالم كمان بتسافر كثير بالصيف، نزيحها على جنب هيدا المشروع، لانه هيدا مشروع يعني بدنا نلتزم فيه ليعطينا النتيجه والافاده اللي نحن بدنا اياها. هلا بدنا ننقع اجرينا تقريبا من الثلث ساعه للنص ساعه، قد ما فينا نداين قد ما احسن، كرمال يمشي هيدا الدواء بجسمنا كله. وبعدين من بعد ما ننقعه عنا بيجي معه سليبر، هيدا السليبر يلي شايفينه هون، هيدا السليبر بيمثلنا فيه بوينتس، بريشر بوينتس، هيدول النقاط هن بتمثلنا كل نقطة من جسمنا. مثلا هيدي بالنص الكلاوي، هون اللنجز، الرياش والبومو، ثايرويد جلاند، المصران، كل محل، الرقبة، العيون، الدينين، يعني كل محل فيه هو بيمثل بارت من جسمنا معين. مشان هيك تينفع الدواء ليفوت مزبوط لازم نعمل مساج، بيكونوا بعدهم البورز تبعنا مفتحة، لازم نلبسه
للسليبر هيدا بين العشر دقائق والربع ساعة. بس بدي لكم شغلة انه البريشر بوينتس وقت اللي عم تكبس الاجر عليه بيوجع شوي، مش وجع انه ياي ما فينا نتحمله، بس بتحسي ما في شيء عم بيكبس، في شيء عم بيكبس يعني مثل كانه عم تعملي مساج وحدا عم بيشدلك على هالنقاط بجسمك. بيجوا بثلاث قياسات سمول ميديوم لارج، مشان هيك وقت اللي عم نطلب البرودكت بس نحدد نمره اجرنا ليعرفوا يقولوا لهم اي واحد يبعثوا لهم اياه. هلا ليلي ما بيتحمل يمشي فيه بين العشر دقائق والربع ساعه يلبسوا على القاعد، بس يضل كابس على الارض حتى يشتغل الشغل تبعه، حتى يقدروا هيدول البريشر بوينتس يكبسوا وينفعونا. هلا غير عن انه هيدول الاشياء بيصححوا لنا اياهم كلهم، في عنا المينيموم اللي بيعملوا ديتوكس يلي هو كمان اهم شيء بجسمنا، لازم كل فتره نعمل ديتوكس. أكيد. في عالم بتشرب اشياء كرمال تعمل ديتوكس، نحن ما عم نفوت شيء على جسمنا، كله براني. اكيد اكيد بيعمل ديتوكس. في عالم بتبين السيمبتومز انه عم بيصير ديتوكس عندهم قبل اكثر من غيرهم، اكيد حسب كل جسم وشغل كيف بيتفاعل مع الموضوع. صح. العلامات انه عم بيصير في ديتوكس فوق الشفه بيصير في عرق على الجبين بكعب الظهر او بمنطقه البطن، بنصير نحس انه دافين زياده او في عرق. ليلي بيعاني من مشكله خاصه النسوان مشكله الاكستريميتيز بيضلوا مسقعين الايدين والاجرين، بيمشي الحركه الدمويه كثير مظبوط، مشان هيك بصير في دفى، بصير في انتظام بالسيركيليشن بالجسم. اول جمعه من الالتزام فيه بيصحح لنا مشاكل الانسومنيا يعني القلق او النوم الخفيف، هيدي بيعالج لنا اياها من اول جمعه. يلي عندهم مشكله كونستيبيشن كمان بترجلجا، ومشكلة الهضم كلهم هولي بأول جمعة من التريتمنت تبعه. بعدين من بعد شهر يلي بيعاني من مشاكل بالجوينتس بالمفاصل بالرقبة بالظهر، التوتيب يلي مدامنا حاسينه يلي بيصير يسبب لنا اشياء اكثر، بعد شهر من الالتزام بالبرودكت منبلش نحس استفادة منها. مظبوط. لانه بنصير ريلاكست اكثر، النوم تبعنا بده يغمق اكثر، وبدنا نصير بتحسي كلك لشلشتي، عرفتي؟ انه حسيتي واحد يلا عم ينبغي عالتخت دغري عالتخت. اوكي؟ في شيء محاذير يعني اذا حدا عنده مشكله ما بيقدر مشكلة لا هيدا بيعالج مشكله الضغط، بالعكس هولي ما في شيء عم ناخده حبوب مضره ما فيه سايد افكتس ابدا. اذا ما عالج لنا الاشياء يلي مزمنه صار لها عنا ممكن ما ايه اللي هي المينيموم يلي بيعملوا انه عم بيطهر لنا السيستم تبعنا يلي نحن معرضين بكثير لكثير اشياء منه. هلا التريتمنت تبعه هو عباره عن خمس علب، ما بينفع بالعلبه او بالعلبتين، ما بنكون عملنا شيء ابدا. دونك الخمس علب ب $90، كل علبه بيجي فيها 20 ساشي، يعني التريتمنت 100 يوم. 100 يوم يعني 3 اشهر و10 ايام، بدنا ناخده تريتمنت 3 اشهر و10 ايام كل يوم كل يوم كل يوم، مثل الحبه اللي بناخذها دواء، هيدا هو الدواء. اوكي، بدنا نتعود نروق ناخذ وقت لنا لحالنا لنصحي حالنا، والسليبر اكيد تطلع معه فور فري. هيدا كان البيفيتا. بعد في شغله بدي اقولها بليز، انه في عنا دمغه مثل ستيكر تحت منحكها وقتها منفتحها بفوتنا على ويب سايت، هيدا تنتاكد انه هيدا البرودكت هو الاصلي، لانه مثل العاده كل شيء بينجح وبينفع بيقلدوه بيصير في تقليد منه حتى نتاكد انه عم نشتري البرودكت الاصلي. هلا الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه، هيدا وقتها بدك تاكلي وتنبسطي وندوق الاشياء الطيبة، يعني حتى حد بسرق الجات من هونيك سرق الجات بس انطري ساعة ونص. لا مش دغري، لا هيدي لها كمان تكنيك معينة. انه الشيك شيك صحيح فينا ناكل وانبسط، بس ما فينا دغري نلبسها بعد الاكل، بس كمان ما فينا ناكل يعني ونصير هلا انا عم بمزح معك. بدنا ناكل وبدنا نساعد حالنا انه
يعني ننتبه على الاكل، اكيد ما نخلي شيء بعيننا، ناكل سمول بورشنز. بس الشيك شيك شغلتها تكسر لنا الفاتس يلي بيزعجونا، خاصه بالاماكن البطن والخصر، بتمشي كمان للاماكن الثانيه يعني للي بيتضايق من زنود شوي زياده، اذا ما بيقدروا يعملوا سبور من الفخاد فينا نحطها على الميلتين، بس اكيد بدنا نعير الوقت ذاته للميلتين، مش انه تصير عندك ايد ضعيفه او مشكله والايد الثانيه لا. مثل ما كنت عم بقول، الفكره تبعه انه تكسر الفاتس كلها، لانه بيشتغل على فايبريشنز، وهول الفايبريشنز اول شيء في عندها ثلاث انواع فايبريشنز، كل واحد بيرجلجها على هن اللي بيرتاحوا فيها الفايبريشن، وفي الى 16 سرعه. اكيد بنبلش بالشوي شوي ليتعود جسمنا بالسرعه الخفيفه. كل يوم كمان كل يوم بدنا نستعملها. اول فتره ما رح نقدر نتحملها كثير، لانه قد ما الفايبريشنز سريعين وقوايا بتصير تحس مثل بدك تحكي حكايه تعقوص، هي لانه عم بتسرع لك كثير الحركه الدمويه كرمال تحرقي، كرمال تقدر تكسري هدول الفاتس الغمائي كتير بالجلد، يعني مش دغري بيروحوا. خمس دقايق سبع دقايق نزيدهم تدري تدريجيا كل يوم، عشر دقايق لحد ما نقدر نوصل نتحملها للربع ساعة. هلا قلت اذا كنا متاكلين خاصة غدا او وليمة، يعني انه اكلين مش سناك، بدنا ننطر ساعة ونص من بعد الاكل كرمال يصير في عملية الهضم ما تضيقها، ما تخربط لنا اياها او ننزعج. وبعدين بدنا نلبسها اكيد فوق التياب، مش تياب كتير سميك، بس يكون في تيشيرت او شيء قطن يعني تحت، اكيد ما نحطها ديركت على الجلد. اول شيء لنحافظ على نظافتها، ثاني شيء لانه رح نعرق وفيها كهرباء خلينا بهالطريقه اكيد افضل. بعدين بيجي فيها وصله للي بيعاني من مشكله السايز، يعني اذا حدا عنده كرش شوي كبير في لها وصله، منعتها الهم بتضل يعني بتكبر بتوسع منيح. اوكي هيك بالقد بدها تصير؟ بتصير ايه فوالا هيك السايز تبعها للحجم الكبير. وبعدين اكيد بنصير شوي شوي نلعب بالسرعه وبالفايبريشن، واحد المفروض يوصل لهون ايه بدون هيك. ايه ايه هيك هو الافضل هيك مش للرقبه هي لا الشيك شيك حقها 155 دولار. واكيد كمان بدنا نستعملها بانتظام لنقدر نلاقي النتيجه يلي نحن بدنا اياها. كل الايتمز اللي عم نشوفهم بدي اقول وبدي شدد انه مش موجوده بالسوق ابدا، هي معموله بس للتي في شوبينج، فينا نطلبها عبر الارقام المبينه بكعب الشاشه، واذا وقت اللي بدنا نطلب البي فيتا ضروري بليز تحددوا رقم الاجر، لانه اذا الاجر ما كانت جايه مظبوط على السليبر البريشر بوينتس ما بيجوا محل الاماكن المضبوطه تبعها. هيدي كانوا اغراضنا لليوم، بنرجع بنذكر بس الخمس علب تبع البيفيتا ب 90 دولار والشيك شيك 155 دولار، وبس من عالم الصباح. صح ميرسي لك، ميرسي غاده، بريك صغير خليكم معنا.